من هنا مر طيران جيش الأسد مشهد في حلب يتجدد، واليوم في حي الفردوس بدم بارد، وخلال ثوان قليلة بناء سوي بالأرض تماما، ودمار لحق بعشرات المنازل وعشرات البشر بينهم نساء وأطفال بين شهيد وجريح. هاي هي الناس الآمنين اللي نايمين ببيوتهم، هاي هي الجبهات العمال تقاوم، أطفال ونساء وشيوخ، هذا هو الهدف اللي انت عمال تمشي عليه. ما خلصنا من الكيماوي، علينا بالطيران، ليه ما عم تنزل على الجبهات؟ فرجينا حالك على الجبهات. هاي ما الجبهات، هاي بيوت آمنين، هاي ناس ما آمنة في بيوتها، الأب حضن أولاده والأم نايمة مع أولاده. طالعنا الجسس من هون، طالعنا رجال وطالعنا والدين وطالعنا مرة وطفل، طفل عمره شهرين، وهدول أطفال، هدول الزنبون، هل الأطفال هدول إرهابيين، هدول هل الضرب هذا كله مدنيين؟ هذا اتوقع لهلا في شيء 10، اكثر من 10 اشخاص تحت لوني. رب العالمين بمساعدة الناس اللي موجوده هون تم انقاذ اكثر من 10 اشخاص اللي موجودين في المنطقه، بيناتهم طفل عمره شهرين، وجسس اللي انشالت تقريبا 5 جسس مقطعه، ولسه موجود ناس تحت الانقاض. فحاليا عم نشتغل على هالاساس، وان شاء الله الله ييسر ونقدر نطالع الناس الموجوده. وسط هذا الدمار والألم ثمة غضب يتحول تارة إلى مظاهرة، وإصرار يتحول أو ترجم إلى صرخة. نحن اليوم وبعدين وبعد مليون سنة بدنا نقتل كل شيء طاغية، اضربنا طياراتك، اضربنا مدافعك، نحن صامدين على أمن، على شعب أبي، لا ينتهي التاريخ عندك يا صبي، لله در الشام قب قاسة أسى، الحر حر يا غبي، نحن بني السوار رغم أنوفكم، يا كلب كسرى يا جعيلة بشبشبي، نكبير جايينك على عصرك، جايينك والله على عصرك، اللي جيك والله وحال اللي جعله والله اللي جيك على عصرك يا كلب. تحت الوحر عيد عشرة والله، تحت الوحر عيد عشرة، تخبير هيا رجالنا ولكل يدنا ورهاب، نحن يا سيدنا محمد. وتستمر عمليات رفع الأنقاض، وفي العيون تساؤل واحد فقط عن موعد ومكان المجزرة المقبلة. إذن هذا ما يجيده النظام، أن يضبط توقيت مجزرة جديدة بعد الانتهاء من رفع الأنقاض وانتشال الجثث من مجزرة سابقة. صواريخ بعيدة المدى وسلاح الطيران يستهدف منازل المدنيين، لا يملك الناس هنا سوى الصبر وآمال بنصر قريب. رأفت الرفاعي للأورينت نيوز، حلب.